احنا ان شاء الله يا فندم باذن الله احنا عندنا محتويات العرض، يعني احنا هنا بنشرح التكامل في الانشاءات وفي انواع الانشطه المختلفه للجهاز، مشروعات زراعيه ومنطقه صناعيه وثروه حيوانيه وتنميه عمرانيه وقوى عامله وقطاع خاص وشراكه مع القطاع الخاص ومقومات النجاح وشركاء النجاح ومستقبل مصر في ارقام. احنا هنا حضرتك بنتكلم على مفهوم التوسع الشامل، وبنتكلم لسيادتك اوليتم هذا القطاع اولويه كبيره في النطاق الاقتصادي. احنا بنتكلم على قطاع يمثل 15% من الناتج القومي المصري، يحتوي على 25% من الايدي العامله في جمهوريه مصر العربيه. اجمالي صادرات الحصيلات الزراعيه والتصنيع الزراعي قدر ب 9 مليار دولار، وهنوضح دور الجهاز في كل هذه العناصر. مخطط الدوله إضافة 4 مليون فدان. إحنا هنا فندم جهاز مستقبل مصر بنتكلم عن تدرج المساحة المستهدفة للاستصلاح، مرور سريع من 2018 حتى 2024، وما هو المستهدف في 2027. نتكلم بداية 30 ألف فدان، وانتهاء مستهدف إن شاء الله ل 4.5 مليون فدان استصلاح. حضرتك إحنا هنا فندم بنتكلم عن المشروعات الزراعية. جهاز مستقبل مصر عنده عدة من المشروعات الزراعية الموجودة، احنا بنتكلم في البكورة هي الدلتا الجديدة وسيناء والسادات والمنيا وبني سويف والكفرة والدخلة العوينات، وحنتحدث هنا احنا ليه انطلقنا في الصحراء الغربية. احنا هنا بكورة التنمية فندم كانت سيادتك من المكان اللي احنا موجودين فيه على محور تحيا مصر، هي الدلتا الجديدة وهي تمثل 2.2 مليون فدان، وهنا بنبين حجم وضخامة الانفاق الاستثماري في هذا القطاع من شبكات وبسترات وطرق ومحطات كهرباء وأيضا هدرات أعمال صناعية وأجهزة ري محوري. وحنتطلع في هذا العرض برضو شركاء التنمية وكل جهات الدولة تكتفت من أجل إنجاح هذا المشروع. احنا بنتكلم هنا على مشروع الدلتا الجديدة، بنتكلم على مرحلة أولى كانت على المياه الجوفية، بنتكلم على مرحلة تانية حضرتك هنا احنا بنتكلم على التحدي كبير بعد ما عرضنا على سيادتك التحدي اللي كان واجهنا من المياه الجوفية، وسيادتك وجهت بفكرة معالجة مياه الصرف الزراعي واستخدامها بدلا من إهدارها وإرمائها في البحر المتوسط عن طريق البغاز. وهنا يعني بالتعاون ليه دور كبير، وبنبرز دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ان هي قامت بدور كبير في موضوع المسار الناقل لأكثر من 166 كيلو لمحطة معالجة تقدر ب 7.5 مليون متر مكعب، وهي تعد أكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي. فاحنا هنا قدام برضو تحدي كبير، والمفروض ان احنا ان شاء الله انتهاء في 2025 هيكون المسار ده بالكامل داخل مؤمد عليه مساحة زراعية مستصلحة 2.2 مليون فدان. فهنا الخريطة قدام حضراتكم بتبين حجم، اولا الجزء اللي فوق ده صورة من الأقمار الصناعية بتبين حجم الزراعات وتوسع الرقعة الزراعية الموجودة في طريق محور الضبعة. تقريبا يا فندم احنا هنا تقريبا حوالي 144 كيلو على طريق محور الضبعة. مشروع المنيا وبني سويف هنا حضرتك يا فندم قدام زيادة الأيدي العاملة، وسيادتك دايما بتوجه بفكرة قبل اقتصاديات المشروع ان احنا ازاي نحد من البطالة ونزود من الأيدي العاملة وعشان يخشوا في سوق العمل ويكتسبوا خبرات كثيرة. فاحنا هنا بنتكلم على 62 فدان على طريق أسيوط الشرقي، بنتكلم على حجم إنفاق ضخم، بنتكلم برضو احنا عن محافظتين في المنيا وبني سويف. مشروع سنابل سونو هو أيضا احنا بنتكلم على مدينة أسوان، وهي يعني أفضل القطاعات الاقتصادية فيها وقطاع السياحة، وسيادتك وجهت ان احنا نضيف قطاع زراعي هناك عشان نزود من الأيدي العاملة ونحد من البطالة في مشروع ل 650 ألف فدان. وكما هو موضح أمام حضراتكم حجم البنية التحتية العملاقة التي يتم تنفيذها الآن. قطاع السادات يا فندم احنا هنا امام قطاع من افضل اراضي الزراعية من حيث التصنيف الحقلي ومن حيث المياه الجوفية، وافضل قطاع في عوائده المالية، وايضا احنا امام مشروع اخر في الدخلة والعوينات. وكنا فندم يعني بعد وزارة الري
كانت أوصت بوجود خزان جوفي في منطقة الدخلة العوينات، وكان لسه يعني كان في فكرة ان احنا هنعمل ابار استكشافية. سيادتك وجهت ان احنا نبدأ باول 15,000 فدان بدلا من ان يكونوا ابار استكشافية فقط والدراسات يعني تاخد وقت طويل. سيادتك وجهت ان هم يكونوا 15,000 فدان بدل ما هو استكشافي تكون ابار انتاجية، والحمد لله المعدلات ومعدل الاستعاضة ومعدلات التصرفات المائية الحمد لله كانت جيدة، واوصينا بعد ذلك ان احنا سيادتك بناء على التوجيهات ان احنا نتوسع ل 660,000 فدان، وحاليا احنا بننفذ مشروع الكفرة، حاليا سيادتك تحت الدراسة لمشروع 600,000 فدان. احنا امام مشروع في على يقع على الخزان النوبي، وتصرفات المية اوصت بها وزارة الري، حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد توجيهات سيادتك بتشرف حاليا وبتنفذ طريق بطول 200 كيلو عشان نقدر ندخل المعدات ونبتدي الشغل ان شاء الله من اغسطس القادم.